ريم حبيبتي انتي كويسة؟ كويسة يا ماما. الناس اللي كانوا جايين دول ما كانوش جايين لأبوكي، دول كانوا جايين لرحيم. ماما انت مش محتاجة تكذبي عليا، أنا كبرت وفهمت خلاص. أنا بكذب؟ انت مش شفتي بعينك إنهم كانوا جايين لرحيم؟ وانت فاكرة انت لو ما حكيتيش قدامي أنا مش هفهم حاجة؟ في حاجة اسمها فيسبوك وتويتر، أنا عارفة إن بابا اسمه مش موجود، بس رحيم اسمه في كل الأخبار اللي بتتكلم عن تهريب الفلوس والسلاح، وطالما رحيم رجع يبقى بابا هيشتغل معاه تاني. ودي حاجة مش مزعلاكي؟ انت ما تعرفيش البلاوي اللي ممكن يسببها لنا رحيم. هزعل عشان هنعيش بني آدمين تاني؟ ماما البلاوي اللي هتيجي دي أحسن مليون مرة من الزفت اللي احنا عايشين فيه. انطق، انا سامعك بتكلم رحيم دلوقتي، هو فين؟ مالكش فيه، انا قدامك اهو. عاوز ايه؟ اخرج شوفوني. رحيم فين؟ مراتك وبنتك تحت ايدي. لا عايزين رحيم ينزلوا يدوروا عليه، احنا ما نعرفش عنه حاجه. انا هخليكوا تتكلموا. البتلة اثبت. معلم وسيد المعلمين، بس قبل اي حاجة عايزك تعرف اني بحبك وبقدرك، ولولا الشغل كان زماني جيت لك لوحدي. احب على راسك واقول لك الحمد لله على السلامة، بس انت فاهم الشغل شغل. ولا انت فاكر انك هتخرج من هنا؟ ده انت بتحلم. انت عايز ايه يالا؟ انا مرسالة يا كبير وجاي اقول لك كلمتين وماشي. انا مطلوب منك اديلك الموبايل ده. عليه ايه الموبايل ده؟ الموبايل ده فيه رسالة قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجة. هما مين اللي قالوا لك؟ معرفش يا كبير، انا كده عملت اللي عليا. وهقول لك سلام عليكم. حلمي محدش هيخرج من هنا. سمعت؟ اه شفت الكلام خدنا. نسيت اقول لك هشام اخوك عندنا. هشام فين؟ انا لو ما رجعتش مش هتشوف هشام تاني، ودي حاجة مش بإيدي، أنا بنفذ وبس، ولو موتني مش هتفرق حاجة مع الناس التانية. سيبه يا رحيم، سيبه يمنع عشان خاطر أخوك. عارف هشام أخويا لو جراله حاجة مش هيكفيني فيه عمركم، ولا عمر اللي مشغلينكم، ولا عمر عيالهم. فاهم؟ الموبايل السلام عليكم. احنا ريم
الموبايل ده فيه رسالة، قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجة. عاوزين منك 700 مليون دولار. انت معاك 700 مليون دولار يا رحيم؟ علي صوتك كمان، علي خلي الناس كلها تسمع. لا الله صحيح، يعني قول لي انت معاك 700 مليون؟ معايا 700 مليون دولار وقاعد معاك هنا في الجماليه. انت مجنون يا حلمي؟ امال ايه الفلوس اللي هم عايزينها منك دي؟ كلهم بيقولوا ارجع الفلوس، ده معناه انها كانت فلوسهم وانا خدتها. انت فاكر امتى اخر مره اشتغلنا فيها في مبالغ زي دي؟ قبل ما تقبض علينا. بس انت ازاي تقلب الناس في 700 مليون دولار؟ يا ابني بقول لك معيش مليون، ما كله على يدك، الفلوس اللي في البنك واتحجز عليها، والكام شركه والمركب خدوها الكلاب بتوعنا. امال ايه رجع الفلوس دي؟ انا اللي هيجنني ان مفيش حد منهم اتصل بيا لحد دلوقتي، حتى الموبايل اللي هم بعتوه لي ده ما فيهوش نمر متسجله، الرساله مكتوبه عليه مش مبعوته من رقم حتى اعرف اكلمه. حاجه تجنن. يكون حد قلب الناس دي في الفلوس وفاكرينك انت؟ هي الفلوس مش بتتنقل ما بين 100 واحد لحد ما بتوصل؟ يكون حد في النص. مش عارف يا حلمي، بس محدش يقدر يعمل كده لانه عارف اني اكيد هجيبه. الا لو عارف انه هيتقبض عليك. انت وديت الورق فين؟ زي ما اتفقنا. طب تسمح لي اغير هدومي؟ خد وقتك. حلمي انا بيتقبض عليا. حنان حنان. ايوه يا حلمي. تعالي. في ايه؟ تعالي خد الفلوس دي ولم الهدوم اللي تقدر عليها وصح ريم وطلع على الجماليه على طول. جماليه ايه؟ هنعمل هناك ايه؟ هقول لك بعدين. امسكي امسكي المسدس ده. يا لهوي ما تخافيش، اي حد يقرب لك اضربي على طول من غير تفكير. انا ايوه امسكي. يلا سلام. مش هتيجي معانا؟ انا رايح مشوار وبعد كده هحصل. يلا سلام. يا ريم الورق في مكان امان، بس انت ازاي هتعرف منه توصل اللي بعت الرساله؟ الورق ده فيه كل تحويلات الفلوس اللي اتقربت واسماء البنوك والعملاء الوهميين، الشركات اللي اتغسلت فيها الفلوس. يعني لو مشيت ورا مسارات الفلوس على الورق اقدر اعرف ال 700 مليون دول وقعوا من انهي بنك. ايوه بس دي شغلانه كبيره قوي، دي محتاجه محاسبين عشان يحلوها. اصل انت ما تعرفش كميه الورق اللي انا شايلها قد ايه. ايه في ايه؟ انت واخد بالك من الجزء اللي مراقبنا من ساعه ما خرجنا دول؟ يا ولاد الهرمه ما تبصش بس عشان ما تلفتش النظر. طب وبعدين؟ ما وحشتكش ايام زمان يا صاحبي؟ ايه اللي وحشتني؟ طب تعالى. اعتبرها طارت يا ريس. ايه يا عمنا؟ خد يا ورا رايح فين؟ تعالى بس. ايه ده ما تفرقناش بس تروح حد ما يعرفش. انت شايل الورق هنا؟ قلت مفيش أأمن بقى من دكان أبويا القديم. هو
يرحم ابوك يا اخي، كان راجل طيب. الله يرحمه، الف رحمه ومر عليه. حاول كتير يعلمني الصنعه بس مفيش فايده، الواحد كان بقى دماغه في حاجات تانيه خالص. حلم العجاتي اول واحد راح له، ده اللي احنا كنا عاملين حسابه يا فندم. ما تشيلوش عينكم عن بقيه الناس برضو. تمام يا فندم. مين الناس اللي راحوا له امبارح بالليل دول؟ والله يا فندم التحريات لسه ما وصلتش، بس اللي احنا متاكدين منه ان هم مش من رجالته القدام. لا لازم نعرفه بسرعه كمان. رحيم لو ساب يوم واحد بس مش هنلحقه ولا هنشوفه تاني. واضح لسه انك ما تعرفش مين رحيم ده. لا يا فندم عارف، ما تقلقش احنا شغالين. لازم اقلق، لازم اعرف الناس دي راحت ليه وايه السبب. البلد دي يا باشا عامله زي الارض اللي خيرها كتير وفي فران بتجري جواها. شغلنتنا احنا بقى ان احنا نصطاد الفران دي عشان الناس تعرف تاكل وتعيش. ان شاء الله يا فندم اقل من 24 ساعه كل حاجه هتكون عند سيادتك. لا يا حضره الضابط، كتير. راجع حساباتك، تحريات العيال دي تبقى عندي النهارده. النهارده ان شاء الله يا فندم. هننزل سيادتك بس ارد. ده المخبر يا براء ابراهيم. ايه يا ابني؟ طب اقفل اقفل. ظهر يا فندم ان كلام سيادتك عن رحيم مظبوط جدا. خير في ايه؟ رحيم هرب من المراقبه. واضح انك بداتها بدري يا رحيم قوي. بس انا لغايه دلوقتي مش فاهم، هتخلص هشام ازاي بورق التحويلات ده؟ انت مش بتقول الفلوس مش معاك؟ الورق ده فيه كل التحويلات اللي هنمشي وراها عشان نفهم. احسن حاجه ان انت احتفظت بنسخه من الورق ده. كان لازم اعمل كده حلمي، كان لازم اامن نفسي. اصلها كانت خطه مرسومه من قبلها بكام يوم وانا كنت جاي انفذ. يا ساتر على التراب، بقالي كتير ما جيتش هنا من ساعه ما اتقبض عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الورق كان هنا. يا نهار اسود، انت شايله هنا؟ انا حاطه بايدي. انت متاكد انك شايل ورق هنا؟ بقول لك حاطه بايدي. دي من امتى؟ من ساعه ما اتقبض عليك وكنت متاكد ان ما كانش في حد ورايا. انت فاهم معنى اللي بتقوله ده ايه؟ رحيم انت بتشك فيا ولا ايه؟ احنا لازم نعرف مين اللي خد الورق ده. ما تقلقش يا رحيم، انا ايه هيروح فين يعني؟ الحمد لله على السلامة يا رحيم بيه، مستنيين بقالنا كتير. رحيم فين؟